الصيام جنة، الصيام جنة. موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وبارك لنا فيه. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم وصلاتكم، ونسأل الله تعالى لنا ولكم العافية والصحة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اليوم كالعادة لنا حلقة جديدة من برنامج الصيام جنة، وهذه الحلقة تتعلق بموضوع هام جدا يهم المسلمين، وهو التراحم، وهي صفة في العادة يتصف بها المسلمون، صفة هامة جدا. بطبيعة الحال هذه الصفة سنبينها ونتناقش فيها ونذكر ما يتعلق بها مع الشيخ رضا الخلادي. مرحبا بك شيخ رضا. مرحبا بك شيخ خليفة، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، يتقبل صيامنا وقيامنا جميعا. ومعانا في الحلقة سي خليفة سي شادلي، شادلي العزوزي، في التقديم تو سي شادلي العزوزي. إن شاء الله. فالشيخ الشادلي مرحبا بك. السلام عليكم، مرحبا سي خليفة، مرحبا سي رضا، مرحبا سادة المستمعين الحياة فام. تقبل الله صيامكم وقيامكم وجعله في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكما. التراحم والتعاطف بين الناس يعتبر قيمة أخلاقية في المجتمع الإسلامي، وبطبيعة الحال هو عمل حضاري وإنساني له الأثر البالغ في علاقة الناس بعضهم ببعض، يحقق نشر روح التضامن والتكافل والترابط بين الناس. وبطبيعة الحال إذا تحقق هذا التراحم بين الناس نزلت عليهم رحمات الله تعالى. وإذا تعايش الناس بهذه الصفة، أي رحم بعضهم بعضا، تآزروا وتعاطفوا وتعاونوا وأحسن بعضهم لبعض فرحمهم الله. جاء في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. التراحم إذن يحقق الترابط والوحدة بين الناس، ويعطي القوة إذا تعامل المسلمون بالتراحم بينهم، تماسك مجتمعهم وأصبحوا لحمة واحدة كالبنيان يشد بعضه بعضا. الشيخ رضا، التراحم صفة وقيمة هامة جدا، فتفضل لو تتكلم وتحدث المستمعين عن هذه الصفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيك شيخ خليفة في التقديم، وإن كان يعني تقديم عام، يعني هو ما زلنا مش ندخل في الموضوع بأكثر عمق بإذن الله،
ولكن أنا في حد ذاتي كيف كيف أنا مش نعمل تقديم عام، أنا ما زلنا مش نخلي الموضوع لأنه يحتاج إلى تفصيل كبير ويحتاج إلى تفصيل عميق، والعمق في المواضيع هذه كي ناخذوها نحن في رمضان هو المقصد أن ندخل أكثر في الموضوع، أو إذا كان حددنا موضوع معين أو فكرة معينة أو عناصر لابد أن نعين أو نحدد أو ننتج عناصر الموضوع وتفكيكها وتفصيلها لعامة الناس حتى يستوعبوا الدلالات الموضوع هذا اللي نحن يعني قصدينه بالتحليل، ويعني يستوعبوا كيف كيف يعني معاني العناصر اللي هي كل موضوع فيه جملة من العناصر الوحدات المعنوية اللي يلزم المستمع يكون واعي بها شنية. وفما في تحليلنا والحمد لله اخذينا يعني هذا المسؤولية من حلقات توا ان ادخلنا في الموضوع بعمق وبتفصيل، اخذينا موضوع العبادة عملناه بتفصيل وعملناه شرحناه وحللناه بعمق. اليوم ناخذ موضوع التراحم، وذاك علاش قلت انا توا بحول الله مش نبدا في الموضوع بمقدمة عامة، بعد توسي شاد ليوسي خليفة العبد لله ناخذوه بشوية بشوية حتى لين تتضح الفكرة ويستقر المعنى في قلوب الناس وعقولهم بإذن الله، وإن شاء الله ربي يكتب لنا به الأجر للمتكلم وللمستمع. لما نحب نبحث عن معنى التراحم كما قلت مش يكون مستقل، لكن لما نحب نقدم للموضوع نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق الناس بسنن. سنن شنية؟ يعني السنن هي القوانين، قوانين اللي ربي سبحانه وتعالى أجرى عليها الوجود، الخير والشر، الليل والنهار، الجاذبية، قانون الاطراد والتتابع في الزمن، قوانين كثيرة يعني ربما تفصيلها تويجينا كي ناخذ موضوع معين تونا في الزمن تونا نشرح يعني القانون هذا. لكن اليوم نحن بصدد بحث سنة من سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه اللي هي شنية، اللي هي التقابل في الأرزاق. ميمكنش يكون الناس كل يعيشوا بوتيرة واحدة في الرزق، ربي سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون الوجود كذلك، سواء في الأرزاق مستوى المادي فلوس أو الأرزاق على مستوى عقل هو رزق، أو على مستوى جسم هو رزق، الأرزاق على مستوى الأجسام وعلى مستوى يعني النعم اللي ربي سبحانه أعطاها البشر. لكن لما ربي سبحانه أعطانا الأرزاق هذه كان فما معنى للتقابل، والتقابل هذا شنو المقصود به؟ يعني غني فقير، صحيح مريض، حتى على مستوى الإيمان والكفر. نعم هذه يعني سنة من سنة الوجود، إيمان وكفر كيف كيف. فهذا التقابل، هذا التقابل يعني هو من سنن الله لتحقيق معنى التكامل وامتداد الحياة. لا تتواصل الحياة على وتيرة واحدة، لازم يكون فما تقابل. ومن موضوعنا اليوم اللي هو التراحم، أي لابد أن يكون هناك من هو ضعيف في رزقه فقير، ومن هو يعني غني ويعني فتح الله عليه يعني في الجانب المادي. هذا الذي ربي سبحانه وتعالى فتح عليه وأعطاه من النعم من الرزق كما قلت يعني الرزق المالي المال، لابد أن ربي سبحانه وتعالى كلفه وأوجب عليه أمانات. أمانة الزكاة هي الأولى، ثم أمانة النفقة على من يحيط به ومن وقريب له الثانية، أمانة الإعانة والصدقات هي كذلك لابد منها. الأمانات هذه اللي هي يعني تكون على الغني للفقير لابد أن تتضح وتظهر في فين تظهر يعني في عملية العطاء وعملية البذل وعملية يعني عدم الشح. لو انعكست العملية تنعكس تولي مثلا فما لهفة ورغبة وعدم يعني اعتناء بالطرف الآخر الفقير
وربما مش اعتناء، ربما يعني استغلاله وانتهاك يعني طاقته والاستبداد به. كيفاش يتضح هذا؟ يتضح يعني هذا في استبداد به في أن يظلم الأجير مؤجره، اللي يستأجر إنسان يظلمه، يعني المؤجر يظلم المؤجر، يعني الإنسان اللي عنده معمل واللي عنده مصنع واللي عنده متجر واللي عنده كذا يظلم الناس اللي قاعد يخدم فيهم. إذا كان ظلمهم مش معناه ظلمهم، معناها راو مش يستبد بيهم، يعني راو مش يعني يعني يحرمهم من أرزاقهم ومن أقواتهم ويخليهم يعني تحت يعني خط الفقر، ويسبب لهم بطبيعة الحال الفاقة والعوز. هذا إذا كان هو شكل من أشكال يعني الحرمان والاستبداد بالرزق من طرف المستبدين والمستكبرين والمستعلين. فما صورة أخرى من صور الاستبداد اللي هي كثيرة، قد تكون مثلا صورة من صور اللي هي قد انتشرت في المدة الأخيرة، اللي هي الاحتكار. اليوم إذا كان يعني فما احتكار، احتكار سلع ولا احتكار يعني الأقواد، وخاصة الاحتكار المحرم شرعا اللي هو يكون في الأقواد بطبيعة الحال، اللي هو محرم شرعا كما ذكرت. وهذا المحرم شرعا يلزم نفهم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه أن الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. نفهم من هنا علاش وصل لدرجة اللعن، لأن هذا المحتكر اللي وصل لدرجة اللعن يعني استبد بأرزاق الناس، تلاعب يعني خيرات البلاد يعني على كيفه وحسب رغبته وحسب الشهوة الرغاريزة والشهوة اللي يعيش بها، لأنه ما عندوش قيم، ما عندوش يعني خلق، ما عندوش يعني محبة الناس، عنده ظلم واستبداد به. فهذا الشخص اللي هو معناه استبد بالناس ويعني احتكر عليهم البضاعة، شنو المقصد منه؟ ما هو غلاء الأسعار. كان قبل ربي سبحانه وتعالى قال ويل للمطففين، ويل المطففين يعني مجرد أن يطفف الميزان يعني العقوبة متاعه الويل. هذا أكثر من المطففين، هذا أكثر من المطفف. علاش؟ لأن المطفف مش ياخذ حاجة صغيرة من رزق اللي مش يبيع له. لكن هذا لما تكون يعني عملية الاحتكار يعني كما نقول واسعة بدرجة، اللي يخزن في أطنان البطاطا ويخزن في أطنان يعني المواد المدعمة اللي نقولها نحن، يخزن فيها يعني باش يبيعها بأسعار أخرى، معناه على كيفه هو وعلى رغبته هو وعلى شهوته هو وعلى غريزته هو اللي هي غريزة شر. فهذا بطبيعة الحال يعني من أكثر الناس مقتا في ديننا، وأكثر الناس اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملعون، بأنه ملعون. مش مازال يعني بعد لعناته ويعني أخو إبليس في اللعن. ومن هنا نفهم أن هذا الذي يعني تمادى في شره في 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 احتكاره على الناس بالبضاعة، أراه يعني أخو إبليس وأخو الشياطين في الشر، يفتقد للرحمة. ومن هنا مش نربطه نحن بارك الله فيك بموضوعنا اللي هو الرحمة. وين الرحمة؟ الرحمة من هنا نزعت من قلبه، ما عادش عنده حاجة اسمها رحمة. ومن هنا يعني لابد الإنسان الرحيم اللي مش يكون رحيم بالناس، رحيم بالحيوان، رحيم حتى بالأي كان في محيطه، هذا بإذن الله يعني يكون من الصالحين صاحب خلق. وخلافه اللي كنت نحكي عليه، كل من هو يعني يستبد بأرزاق الناس بأي شكل من أشكال التحيل، فنزعت الرحمة من قلبه. ونزع الرحمة قد تكون زاد كذلك مما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرع ابن حابس لما شاف الأقرع ابن حابس الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أنتم تقبلون أبناءكم؟ قالوا نعم نقبل أبناء. قال والله لي 10 من الولد وما قبلت أحد منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل؟ إن نزع الله من قلبك الرحمة مش نعمل لك، كان ربي نزع من قلبك الرحمة. هذه صورة من صور الرحمة، وصور الرحمة كثيرة. وأنا مدام مش ندخل في الموضوع تو التراحم، رجع الكلمة سخليفة فضل سخليفة يعني كيفاش الشيخ رضا على هذه البيانات وهذه المقدمة الطيبة السيقة. بطبيعة الحال ذكرت في الرزق، بطبيعة الحال الشيخ رضا حدثنا عن بين التراحم، الغني يرحم الفقير وعاطفته ورحمته به
وإنسانيته تجعله يساعده ويعطيه مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فهذه الرحمة إذا لها شأن عظيم جدا. وفي المؤمنين بطبيعة الحال أن ابن عاشور رحمه الله يقول الرحمة هي رقة في النفس تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه. ويقول أيضا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال ابن عاشور خص بالذكر من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر وتواصيهم بالمرحمة، لأن ذلك أشرف صفاتهم بعد الإيمان. فإن الصبر ملاك الأعمال الصالحة كلها، لأنها لا تخلو من كبح الشهوة النفسية، وذلك من الصبر. وتواصيهم بالرحمة أيضا لأن الرحمة ملاك صلاح الجماعة الإسلامية، قال تعالى رحماء بينهم. والتواصي بالرحمة فضيلة عظيمة، وهي أيضا كناية عن اتصافهم بالمرحمة، لأن الموصى بالرحمة هو الذي عرف قدرها وفضلها فهو يفعلها قبل أن يوصي بها. فهذه الرحمة لها إذن دور عظيم جدا شيخ الشادلي، فلو تتفضل تبين لنا هذه الأشياء وتذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي واستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل فيما ذكرته سي خليفة. أنت عرفت الرحمة، ندخل من باب اسم من أسماء الله الحسنى جل وعلا، وهو من أحب الأسماء إلى قلوب كل مؤمن. نعم، هو اسم الرحمن الرحيم جل وعلا. ربي سبحانه وتعالى ذكر ووصف ذاته العلية بأنه الرحمن الرحيم. قال ابن أثير في أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم هما مشتقان من الرحمة مثل الندمان ونديم، وهما من صفات المبالغة. والرحمن خاص بالرب العزة جل وعلا، في حين أن الرحيم يمكن أن يوصف بهما شخص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولكنه ليس رحمة، الرحمن. الرحمن خاص بالله، الرحمن لا يوصف بها إلا رب العزة جل وعلا، ولهذا لا نسمي بها، ما نسميوش فلان رحمة. ولم ترد هذا المصطلح اسم الرحمن مطلقا عند العربي. نعم، مطلقا ما سمى روحه المولى إلا ذاته العلية سماها الرحمة، وقيل فيها تفصيل كثير جدا، وهي من الأسماء المحرمة التي لا يسمى بها، ما نسميه إلا عبد. ولذلك من أحب الأسماء عبد الرحمن اللي نبهنا لها النبي صلى الله عليه وسلم ورغبنا فيها اسم عبد الرحمن. نعم، وخير الأسماء ما حمد وما عبد. أين تتجلى رحمة الله بعباده؟ وصف رب العزة نفسه بالرحمة في عديد وعديد وكثير من الآيات. يقول جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. شوف تركيب الجملة يا سخريفة محلاها، وقدش الإنسان ترق نفسه. آية عظيمة، فضل الله عليكم ورحمته، ثم ختمت الآية وأن الله رؤوف رحيم. ثم رب العزة يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني من هنا رب العزة شوف محلاها الصفة هذه، حتى يستشعر المؤمن هذه الصفة الحميدة عن حسن وقتادة في قول الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. قال وسعت في الدنيا البر والفاجر، هنا شاملة للجميع، المؤمن والكافر والعاصي إلى غير ذلك، وهي في يوم القيامة للذين اتقوا خاصة. يعني لهنا أن هذه الصفة هي تخص المؤمن فقط يوم القيامة. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن أبي هريرة، عفوا، في الصحيح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث ذكرته أنت،
إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. في صحيح مسلم عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباقة ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة واحدة فيها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. كذلك من حديث الذي ذكرته آنفا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة هنا والحديث في مسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيب. الشيخ الشادي إذا كان تسمح فضل سخيف أنت ذكرت وقلت أن رحمة الله تعالى تشمل الدنيا وتشمل المؤمن والكافر في الدنيا ويختص بها المؤمنون يخص الله تعالى بها المؤمنين في الآخرة. قد يلتبس عند المستمعين ربما بعض كيف رحمة الله تعالى تشمل الكافر في الدنيا. لو نذكر مثلا إذا كان عندك ما تذكر في هذا مثلا من الأشياء كالغذاء مثلا رحمة الله للناس في الدنيا المؤمن والفاجر والفاسق إلى غير ذلك من رحمة الله أنه يقبل التوبة والعفو عن العاصي وخاصة نحن الآن في شهر الرحمة والعشر الأوائل معروفة إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويرحم العاصي من رحمة الله بعباده أنه يعفو عنهم ويغفر لهم ويتجاوز عن أخطائهم بل أكثر من ذلك الله سبحانه وتعالى يقبل الإنسان الذي كان مشركا ثم يتوب الله عليه ويمحو له جميع أخطائه وجميع سيئاته. فالإسلام يجب ما قبله يعني يمحو الله له سيئاته. طيب ممكن يسأل الإنسان أنا أسرفت على نفسي في عديد المعاصي أنا ارتكبت الخطيئة الفلانية والذنب الفلاني وارتكبت يا أخي المسلم يا أختي المسلمة هو شر هذا هو شر الرحمة. الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة أليس هذا باب وموسم اللي هو موسم الرحمة باش نتراحموا ببعضنا. كذلك ربي سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أن شرع لهم الأحكام والمبادئ. سمحني الشيخ الشيدي إن شاء الله نمشي في هذا على خطة كذية احنا نخشى أن ربما يقع فيها التباس. احنا عندنا الله سبحانه وتعالى خلق الشمس اللي هي للإنسان والهواء وأنزل الغيث وأخرج من الأرض ما يفيد الإنسان وسخر للإنسان بصفة عامة ما في البر والبحر والجو إلى غير ذلك. هذه النعم الدنيوية يتنعم بها الكافر والمؤمن صحيح. فهذه من رحمة الله تعالى صحيح. ثم ذلك الحديث اللي يقول فيه الرسول وهو حديث صحيح عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا في الدنيا ولا يعطي الدين إلا من أحب. فإذا هذه هي رحمة الله تعالى للكافر أي يعطيه ويرحمه ثم يمهله لعله يعود إلى ربه كما ذكرت أنت توا يقبل التوبة علاش لأن الإنسان يخطئ لأن الإنسان يتجاوز لأن الإنسان قد يرتكب الذنب والمعصية لكن باب الرحمة ديما مفتوح باب التوبة ديما مشرع. الإنسان عليه أن يقبل على الله جل وعلا عليه أن يقبل على الله جل وعلا ويطرق باب رحمة رب العزة وخاصة ونحن في هذه النفحات العظيمة الرمضانية يا مؤمن اطرق باب الرحمة اطلب من المولى سبحانه وتعالى فالله جل وعلا هو الذي يرحم وهو الذي يغفر وهو الذي يكفر عنك خطأك وذنبك. يعني هنا أنا نحب نعطي مثال بسيط لو أن الإنسان طلب من شخص حتى أقرب إنسان لي بهم طلب ما عندهم المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة قد يستحي
وربما قد يضجر الأب من تكرار الابن في السؤال. لكن سخليفة وقت اللي تقف على عند المولى سبحانه وتعالى وتطرق الباب الإلهي وتستنزل الرحمات الإلهية يا رب، هنا المولى سبحانه وتعالى يفتح عليه ويتوب عليه ويرحمه ويستر عليه ما كان من ذنوبه. الله يحب الإلحاح في الدعاء. الإلحاح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبشر وأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الملحاح. ما يعني العبد الملحاح؟ يعني الذي يلح ويكرر ويدعو، والله سبحانه وتعالى قد يؤخر الإجابة حتى يقف العبد على باب الإله يطلب ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من رحمة الله بخلقه جل وعلا. الشيخ الشالدي إذا كان تسمح لنا عودة لهذا الموضوع الشيق الهام إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة FM. مرة أخرى نعود إلى حلقة اليوم المتعلقة بالتراحم، وكنا نتحدث عن رحمة الله تعالى، والشيخ الشادلي أعطانا من هذه الرحمات الإلهية، وهناك أيضا مواصلة لهذا الموضوع. فما هي رحمة الله تعالى فيما بقي مما ستحدثنا عنه عن رحمة الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله عديدة ولا يمكن للإنسان أن نحصيها. في بعض العناوين من رحمة الله بعباده إرسال الكتب وإنزال إرسال الرسل وإنزال الكتب. يعني لو كنا تخيلوا لو كان ربي لم يرسل الرسل لتاهت البشرية ولا ظلت ولا غوت البشرية. يعني من رحمة الله أنه لم يتركهم لا لأهوائهم ولا لشهواتهم ولا لعقولهم، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس. نعم. وليبين لهم طريق الرشد من طريق الضلال، وطريق الهدى من طريق الغواية، ليخرجوا بهذا من الظلمات إلى النور. وإحنا نعرف أن رب العزة جل وعلا قال في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله العلي العظيم. شوف تركيب الجملة لهنا، لكأن رب العزة خص محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعله رحمة ليس للمسلم فقط، بل كذلك رحمة الله جل وعلا هي لجميع الناس كافة. من رحمة ربي بعباده كذلك أنه شرع الشرائع وسن القوانين. يعني رحمة الله وضع لهم الأحكام والمبادئ والأخلاق التي تنفعهم في دنياهم وفي أخرهم. فامتثال الأوامر وتطبيقها هو سبيل الرحمة، واجتناب النواهي هو سبيل الرحمة، والوقوف عند الحدود التي حددها رب العزة هي سبيل الرحمة. ناخذ مثال على ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فهذا من الرحمة الإلهية بالعبد. يعني لو كان إنسان ارتكب جريمة من الجرائم ولم يعاقب، هنا باش تنتشر الفوضى داخل المجتمع. يعني تطبيق القوانين على الناس هو دعوة للتراحم. وكذلك يقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. شوف الآية باش تخدم التخريف: كان بكم رحيما. يعني من مظاهر رحمة ربي، وهنا تتجلى كذلك في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يعني في طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو مظهر من مظاهر الرحمة. كذلك من مظاهر الرحمة هو أن الله قبل هذه الشيخ سمحني الآية اللي ذكرتها: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تلك المرأة
التي في غزوة من الغزوات تبحث عن ابنها، وعندما وجدته وكان الحر الشديد والأرض أخذته وهي تضمه إليها إلى غير ذلك لترضعه. فلك هذه عندي. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، أيوة. المشهد عظيم جدا، يعني المرأة هذه مع شدة الحر كذلك، يعني هنا قاعدة ترضع في ولدها، فألصقته ببطنها وأرضعته. الصحابة لا يغزروا، قال أتدرون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على أن تطرحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولده. معليها شوف رحمة، يعني إحنا ما نتخيلوش أم المرضعة اللي في درجة الحر الشديد وهي ترضع في ولدها باش تلقيه في النار. ايش قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ باش بشرنا انه رب العزة جل وعلا ارحم بعباده. ما قال شوف لا 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 لا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم لله ارحم بعباده، ما قالش بالمؤمنين، هذه الرحمة العامة، ارحم بعباده من هذه بولده. هذا باب استبشار لنا نحن جميعا، لعلنا نستنزل رحمات الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي يرحمنا جميعا. رو الموضوع سخيفة واسع برشا، الكثير منا يظن أن الرحمة فلان توفى ربي يرحمه، لا لا، الرحمة موجودة. من رحمة الله قبول التوبة والعفو عن العاصي والمذنب والمقصر، ولا يعني الذي تجاوز الحد ربي. فتلقى، يقول تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ويقول رب العزة، وهي من أكثر الآيات التي يتعلق بها المؤمن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إحنا هنا في شهر الرحمة، في شهر اللي المولى سبحانه وتعالى تفتح فيه أبواب الجنة، تقبل فيه التوبة، يعني تستنزل فيه الرحمات. يا أخي المؤمن، أطرق باب ربك جل وعلا. من رحمته جل وعلا أنه يثيب المؤمن ويثيب الصبر، ويعطيه على طاعته وصبره أكثر مما يمكن، مما لا يتخيله الإنسان. من رحمة الله بعباده أن قال رب العزة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن ثواب. كذلك قال رب العزة: وبشر الصابرين. أكل المرأة الصابرة، أكل الراجل اللي يتألم، أكل الراجل اللي عنده مرض ويرفع يديه للمولى سبحانه وتعالى يدعو بالشفاء ويدعو بتعجيل الشفاء وهو يتألم. النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأن له جزاء في تكفير من الذنوب، في رفع من الدرجات، في مضاعفة الحسنات. يعني باب الصبر باب عظيم جدا. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الرحمة الإلهية تتنزل على هذا الصابر. صابر على شنو؟ صابر على ما ابتلاه ربه، صابر على هذا الألم الذي يتألمه، صابر على الطاعة وصابر على المعصية، يصبر على الطاعة بما فيها من مشق، بما فيها من إجهاد، يصبر على المعصية وما أكثر المعاصي حتى لا ينزلق في يعني وادي المعاصي. كذلك يصبر على ما يبتليه الله سبحانه وتعالى به، إما يعني مرض، أو ربما بعض الأبناء متاعه يعني ما همش مستقيمين، ويحاول كذلك أن يرجعهم إلى الاستقامة، فيصبر الإنسان على ذلك. وهذه تقريبا بعض الخلاصات من مظاهر الرحمة. كذلك ربي سبحانه وتعالى أعطانا وبيننا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله رحمة للعالمين. نجمش سخريفة تعطينا
كيف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وسيد البشرية جميعا، يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كيفاش يكون محمد صلى الله عليه وسلم رحمة ليس لأصحابه وليس للمؤمنين فقط بل البشرية جميعا؟ تفضل سخريف. بارك الله فيك الشيخ الشادلي. لكن قبل ما نتحدث على رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أرسله الله تعالى كما جاء في القرآن رحمة للعالمين، هناك نقاط مثلا تثير ربما التساؤل، لأن هناك البعض الناس، نحن نتحدث عن رحمة الله تعالى، لا يفعل شيئا، لا يأتمر بأوامر الله تعالى ولا يجتنب ربما ما نهاه الله تعالى عنه، ويقول رحمة ربي واسعة. هذه موجودة عند الكثير من الناس، لعله يستهزئ بالله سبحانه وتعالى ويقول رحمة ربي واسعة، مع أن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز في كثير من الآيات يقترن الرحمة بالعقاب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني هنا وعد ووعيد، ترهيب وترهيب. رحمة الله لابد أن تكون أيضا بالامتثال إلى أوامر الله تعالى والتوبة كما ذكرت في الآية: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نفس الشيء في آية الأنعام، نعم، قال في آية في آية الأعراف: إن ربك لا سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تأكيد مرة، تأكيد في الجملة الأولى وتأكيد في الجملة الثانية، هو بدام التأكيد المرة الأولى ومرة الثانية لغفور رحيم. هنا قال بعض المفسرين في الآية الأولى، ما قالش في سورة الأنعام حين قال سبحانه وتعالى: إن ربك سريع العقاب. أيوة. في الثانية قال: إن ربك لسريع العقاب. صحيح. قال بعض المفسرين في الآية الأولى في آية الأنعام اللي قال فيها ما أكدهش لا سريع العقاب، قال سريع العقاب، قال لم يقل لا سريع العقاب لأنه تقدم عليه قول الله تعالى اللي قال فيه عز وجل، ذكر فيها ما أعطاه أو ما جاء به بالحسنة: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بمثلها وهم لا يظلمون. فهنا يشير إلى أن الكرم والإحسان مناسبته توكيد المغفرة. الله أكبر. بينما في الآية الأخرى والتي ذكر فيها لسريع العقاب ذكر بني إسرائيل وما فعلوه وابتعادهم عن طاعة الله تعالى، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فجاء تأكيد على العقاب، لسريع العقاب، لأن بني إسرائيل وأصحاب السبت هم الذين تجرأوا على الله سبحانه وتعالى وعملوا الحيلة في عملية الصيد لهنا. نعم. ثم اقترن بشرط، قال رب سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا إلى آخر الآية. فلا بد من التقوى والرجوع إلى الله تعالى. ثم نقطة أخيرة لنا، هو لا يذهب في اعتقاد المسلم أنه دخل الجنة بعمله وبصلاته وكذا، برحمة فهذه برحمة، ولكن لا يدخلها إلا برحمة الله حتى تعالى. حتى ولا أنت يا رسول الله. نعم. إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني دخول الجنة هذا تقريبا ما أشار إليه المفسر، دخول الجنة لكل إنسان هو برحمة من الله جل وعلا، أما الرقي والارتقاء في درجات الجنان فبذلك يكون بأعمالهم وبذلك يكون بتنافسهم. نعم. فضل سخريف. لأن نحن مهما أطعنا الله تعالى طاعة طول حياة لا نؤدي حق الله تعالى، لن نوفي الله حقه جل وعلا. ولهذا رب سبحانه وتعالى برحمته إن شاء الله يتغمدنا الله برحمته جميعا. بطبيعة الحال
رحمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هي رحمة عظيمة جدا وشملت كل شيء كما جاء في كتاب الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما قالش للمسلمين. شنية للمسلمين. أي العوالم. العوالم أو العالمون. الملائكة عالم. الجن عالم. الإنسان عالم. الحيوان عالم. النبات. الحشرات. كل المخلوقات هذه من العوالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمة رسولنا صلى الله عليه وسلم جاءت عامة، رحمته أولا بأمته عليه الصلاة والسلام، فيقول رب سبحانه وتعالى مخاطب هذه الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهاتان الصفتان وصف الله تعالى بهما نفسه ذاته العلية سبحانه وتعالى، ووصف بها نبيه عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة لكل العوالم وخاصة لأمته بطبيعة الحال بهذه الرحمة، بهذه الرحمة التي كانت في نبينا عليه الصلاة والسلام. أحبه الناس وأطاعوه وعملوا من أحبه فعلا بهذه الرحمة، حتى الكافر الذي جاء سيقتله بعد أن رأى رحمة منه قال له: كنت أبغض الناس لدي إلى قلبي، وبلدك أبغض البلاد إلى قلبي، ودينك أبغض الدين إلى قلبي، فأصبحت أحب الناس إلي، وبلدك أحب البلاد إلي، صلى الله عليه وسلم، ودينك أحب الأديان إلي، برفقه برحمته صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز مرتبة العدل إلى مرتبة الرحمة والإحسان، وهذه يعني تتطلب من كل إنسان فينا الدرب راو على قدوة حسنة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قصص القصص متاع النبي عليه الصلاة والسلام في رحمته عديدة وكثيرة، ولا يمكن الإنسان أن يحصيها في هذه الحلقة. تفضل سخريف. بارك الله فيك. بطبيعة الحال له مواقف كثيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذه الرحمة، فبأمته وبغيرها كما سنذكرها ونأتي عليها ربما. ففي صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو لا يدع العمل يتركه يعني وهو يحبه، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بأعمال هو ما يحبش يتركها، ولكن يتركها إشفاق حتى ما تتفرضش على أمته إشفاقا عليه. منها صلاة التراويح، تراويح ليلة لولا، ليلة لولا خرج، وليلة الثانية ليلة لولا سمعت بعض من الصحابة، وليلة الثانية زاد الجامعة، ليلة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج. عليش النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج؟ هاي كمل الشيخ. ما خرجش حتى لا تفرض عليه. وقت اللي سألوه صحابة: وينك يا نبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا في موسم الصيام، وكما كنت تحكي النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن صيام الوصل أو صيام الوصال. شو معنى صيام الوصل ولا صيام الوصال؟ وهذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مشروع، بالنسبة لنا احنا ممنوع. نعم، يعني أنك توصل الليل بالنهار. بالنهار صعيبة رئيس خليفة. وهي يعني في حق النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الليل ولا لا يفطر؟ ما يفطرش، يعني تقريبا 48 ساعة ما يفطرش. وقت اللي جاءوا الصحابة حبوا يقلدوا النبي عليه الصلاة والسلام، بين لهم أن رب العزة يبيت يسقيه ربه، يعني الله سبحانه وتعالى هو يسقي محمد صلى الله عليه وسلم ويطعمه، ونحن غير قادرين على ذلك. وهذا من تشريع النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، ولنا نحن بالأمة لو كان نتخيله في أمخاخنا
كيفاش النقطة هذه قد العقل البشري مش ممكن أن يأتي بها. تفضل خليفة. هو يتحمل واللي ما يتحملوش الصحابة. بالضبط. نعم. فما مواقف كثيرة روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا ما قاله إبراهيم لربه كما جاء في القرآن. وتلا عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل في عيسى عليه السلام وما قاله في قومه: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، في سورة المائدة. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم بطبيعة الحال به، فسأله ما يبكيك، لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموت. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذه بشرى من الله تعالى لهذه الأمة بالرحمة والمغفرة. فهذا الحديث مشتمل، يقول النووي الحديث هذا يشتمل على أنواع من الفوائد، الحديث الذي ذكرته. ذكرته أنت. أي أولا بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم. الأمر الثاني أنه رفع يديه، قال في الدعاء: فاستحباب رفع اليدين في الدعاء، هذا قاله النووي. والأمر الثالث البشارة العظيمة لهذه الأمة والتي زادها الله بها شرفا بما وعدها الله تعالى في قوله: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة كما قال النووي. صحيح، في بشرى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ورجع. الرابع بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظم لطفه سبحانه وتعالى به. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما في أسرته، في الأسرة في بيته. خرج البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهمة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. يعني لهنا نحن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين أهل بيته. نعم. ويساعدهم في ذلك. نعم. ونحن هنا استخليفة في موسم طاعة وموسم عبادة، ربي يتقبل منا جميعا. أمين. وأنا ديما نقول أخواتنا ونسائنا وبناتنا اللواتي يقفنا بالساعات الطوال، ربي يبارك لهم وربي يكتبوا في ميزان حسناتهم، لكن ما فيها بيس راهو يعاونهم، راهو ذلك من باب الرحمة وصلاتي على ذلك. راهي كيف أنت وتخدم ولا ما تخدمش وتقف بعض الساعات الطوال، راهي كلمة باهية منك أنت يا أخويا تشجيعا لها وربي يبارك فيها، على الأقل نترك لها بعض الوقت للراحة. يعني نعرف بعض الأخوات والغالبية نساء وكلنا نعيش في المجتمع، الرجل في بعض الحالات يكون أناني، على الأقل يعاون بزوجته أبسط الأشياء أن يشكرها وأن يثني عليها وأن يدعو لها وأن لا يضجر اشطيبتنا اليوم عشاء هذه عشيك، يعني كأنه يحقر من شأنه، على الأقل يخلي لها الوقت هي باش نجم تصلي 4 و8 ركعات، لكن هي تخدم مرة تخدم، ولكن هي تقف في الساعات الطوال يعني في المطبخ إيش قال الوقت وقت اللي هي تقول الله أكبر ويذن المغرب. رأي هذه إشكال ديما نتعرض له ونتعرض له بكنا في النساء وقت اللي يجيو يصلك تقول لك راني ما نجمش نصلي كان العشاء من شدة الإرهاق، والزوجة برشا أزواج تلقاهم غير مبالين بالمسألة هذه، وقال أنا صايم، أنت صايم، حتى هي صايمة زاد، أرحمها شوية، أرحمها على الأقل، أقف معها على الأقل، عاونها. أبسط الأشياء من مظاهر الرحمة ديما نأكد عليها لهنا، على الأقل أدعو لها أشكرها
على الأقل الإنسان ما يتقلقش ما يقولش كلام خايب في زوجته، يترك لها الوقت. ديما نقول أنا باش يخلي لها الوقت باش تنجم تقوم تصلي العشاء والتراويح في هذا الشهر العظيم. بارك الله فيك. بطبيعة الحال الإنسان وين الرحمة يا أخي، هالشخص هذا أنت مسلم وتشوفها مسكينة فك الكوجينة وتعبة. أنا نقول لكل زوج يجرب نهار يقف الكوجينة ترى تشوف التعب نتاعها بعد ما يخدم، بعد ما يخدم 6 ساعات في رمضان ولا يخدم 4 ساعات وهو تعليم ويقف ياخذ دواء ياخذ تطيب عشاء ولا فتو هكا هو يقف نهار واحد تو شوف المشقة وبعد يقول شنو طيبت وشنو عملت ما تعجبوش ساعة الماكلة يقعد يزعم هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ ينتقد. يعني ديما نقول على الأقل أبسط حاجة الدعاء لها شكرها ربي يبارك فيك يرحم والديك كثر خيرك اللي انت وقفت 3 أو 4 ساعات بعد العمل اللي تقوم به يعونها لا بأس يغسل أصحابه يقطع صلاته ويعون شنو هذا مظهر الكل شنو العيب في هذا مظهر سيد الخلق سيد الخلق يقوم البيت ويخسف نعله ويحلب الشاة ويعين الخادم ويعمل يخدم في بيته لا تلقى هو يقعد والمرأة واقفة معناها في المطبخ ليس هذا من الرحمة ليس من الأخلاق لا مش من الرحمة على الأقل يعينها يقف معها يشجعها بي يعني يعملش إشكاليات شنو العشاء الليلة اش طيبت يعني هذا مش من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مش من رحمته بأمه بأمته كنت تسمح لي سخريفة تفضل أنا نحب نذكر مظهر عظيم من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة هذه والحديث رواته السيدة عائشة وقت اللي تسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد نحن نسأل النبي نعرف النبي عليه الصلاة والسلام من أصعب الأيام اللي مرت في حياته هو يوم أحد عندما كسرت رباعيته ومات صحابته هذا حديث هام جدا ورحمة عالية جدا فمش نقف فاصل ونرجع له الشيخ الشادلي إن شاء الله هو مش فاصل هو انتهت الحلقة متاعنا هذه إن شاء الله وإن شاء الله لنا عودة في حلقة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم وراجع بنا واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصيام جنة، الصيام جنة. موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.